في أصفهان ألف قصة وقصة تدور بين تاريخ وحاضر، بين قبب وقصور وجسور. لكل إصفهاني حكاية يكتبونها على جدران من مئات السنين اعتادوها واعتادتهم. كل أهل أصفهان كانوا يأتون إلى هنا حيث كان الماء والقوارب. صحيح أن الجفاف ضربها لكنها لا تزال جميلة. متفاوت داره واسه خودش که جای دیگه اصفهان اینجوری نیست. حالا دیگه خوش شده متاسفانه، ولی بازم قشنگیاشو داره. سازپور آب قشنگتر بود، خیلی قشنگتر بود. كانت اجمل بالماء لكنها جميله لانها تحتضن التاريخ الذي نحفظه وعمارتها التي نعتز بها. عشان سالم میاد الان چیه، چه سال ساخته شده، کیا ساختنش. حجرا حجرا تروي ستاري قصص جسور مدينتها وما أكثرها، تخبرنا عن أساسات جسر سيوسيبول أو جسر 33 قنطرة وشقيقه جسر خاجو، عن بنائها وتاريخها. كل التقنيات وفنون العمارة جرى الاستفادة منها في بناء هذه الجسور، لذلك فهي جمعت ما بين الجمال والمتانة في أن واحد. بنيت من أجل مرور العائلات الملكية في العصر الصفوي، تحديدا جسر خاجو وجسر سيوسيبول كأكثر الجسور كمالا في العالم. يربط حجارتها ببعضها ملاط الساروج المحتوي على الصخر الجيري القوي، وبشكل مثير للإعجاب صممت لتكون مقاومة للزلازل. كذلك هي من طبقتين، واحدة علوية للمرور وأخرى سفلية قرب الماء. هذه الجسور المبنية في العصر الصفوي قبل أربع قرون حملت الملايين من البشر على حجارتها، لكن جفاف المياه يهددها. آهک هم ماده‌ای هستش که باید بهش آب برسه و بدون الجير مادة تحتاج للماء للصمود، ومن دون الماء تضعف وتتحول الى نوع من البودرة. وفي ظروفنا فان عدم وصول الماء الى الجير يؤدي الى تخريبه ويهدد هذه الجسور المتأثرة اصلا بعوامل اخرى. آهک بهش آب نرسه اتفاق میفته و پودر میشه و تخریب میشه. لا تذكر أصفهان دون ذكر جسورها، تلك التي بنيت قبل مئات السنين لتنظيم دفق المياه إليها، بينها هذا النهر الذي نقف على أطلاله زيندرود الذي أضحى أثرا بعد عين. كثيرة هي الأغاني التي قيلت في هذا النهر مدحا وحزنا، والحزن على جفافه كان تحول قبل أشهر قليلة إلى موجة احتجاجات على إدارة الحكومة للملف المائي. قصة الجفاف يرويها هذا الفيلم من عيون طفل إيراني تأثرت حياته بجفاف النهر. مرتضى أوتاش زمزم هو مخرج هذا الفيلم الذي عرض مؤخرا في مهرجان أفلام الشباب والأطفال في إصفهان. لأن موضوع المياه أزمة عالمية اخترت إخراج هذا الفيلم حول أصفهان، لأن النهر في حياتنا مؤثر، هو بمثابة روح مدينتنا. هناك زاوية جمالية وزوايا أخرى ثانوية في رأيي كالإرث الثقافي، لكن الزاوية الأهم من وجهة نظري هي التبعات الاجتماعية وماذا يحدث عندما يجف النهر للمزارعين وعائلاتهم التي تعيش إلى جانب النهر. هؤلاء أكثر من يتأثر وأطفالهم بالدرجة الأولى، ثم النساء، ثم الرجال. فيلمي عن تأثير جفاف النهر في حياة العائلات كما يراه أحد الأطفال. إنها كسائر سنك بيشترين تأثير وبيمينان بيشترين صدمه وبيمينان بعد تو إن جامعه بيشترين كسي صدمه ميخوره كودکان هستن بعد زنان بعد پدرها و بزرگترها. ما قصتمون در مورد تأثیر خوش شدن رودخونه رو زندگی خانواده ها از نگاه یک کودک هست. لا يزال النهر حياً وإن جف، يعيش في ذاكرة هؤلاء ممن اعتادوه هنا. حتى أصحاب المراكب لم يصدقوا بعد أنه ذهب، فردوا مراكبهم بانتظار دفق مائه. علي هاشم، بي بي سي، أصفهان، إيران.